نبلش بالرأي الثيوري. بالنسبة أخذنا أنه light as ray. الري يعني لما يمشي الضوء بخطوط مستقيمة. ف يعني أبسط شيء ممكن نقدر نوصفه هو إذا إحنا يعني رمينا حجر في داخل بركة، فإحنا راح نشوف راح تتولد عندنا موجات. هذه الموجات راح تتجه باتجاهنا. الفرق بين بيك وبيك هو نسميه الطول الموجي. اتجاهها باتجاهنا الموجة هي هذا الري، ووجه الموجة نسميه الويف فرونت. إذا نسمي وجه الموجة الويف فرونت. طبعا الضوء يكون هاي هنا على سطح الماي 2D، بس الضوء يكون على شكل يعني كرة 3D، يعني على شكل 3D. إذا عندنا هذا، إذا هنا نعتبر نفسنا هذه الحصوة اللي رميناها، هذه الموجات اللي راح تنطلق. المسافة بين موجة وموجة هي راح يكون الطول الموجي، وهذا اتجاهها هو الري. بس إذا مثلا إحنا حجمنا يعني صغير مثل ما إذا على المحيط أو على في البحر، فإحنا راح نكون هنا صغار، فراح كأنه الويف فرونت تكون يعني بشكل خطوط مستقيمة على الري، تكون متعامدة عليها. هنا يعني النقطة هذه، هنا إذا هنا نقطة، فتكون كأنه هذه الخط عمودي على الري. عندنا بالأوبتيكال فايبر، راح نبدي ننتقل إلى الأوبتيكال فايبر. الأوبتيكال فايبر الستركتشر مالته هو كالآتي: بي كور اللي هو زجاج، وبي الكلادينج اللي هو أيضا زجاج. البفر كوتينج هي يعني بلانكت أو تغطية. إذا هو عدة يتكون الويف جايد مالتنا من الكور والكلادينج. الكور والكلادينج كلاهم من مادة الزجاج. الفرق بيناتهم إنه هذا الرفراكتيف إندكس للكور يختلف عن الرفراكتيف إندكس للكلادينج، يكون كور أعلى من الكلادينج حتى نحصل ظاهرة الانترنال ريفلكشن، توتال انترنال ريفلكشن. هسه نجي عليها. إذا هذا الكونستراكشن مال الأوبتيكال فايبر راح يكون على شكل أسطوانة يعني طويلة، الفايبر بالكور وبالكلادينج. الكور إذا عندنا الرفراكتيف إندكس مالته أكبر من الكلادينج. الكور والكلادينج كله هذا عرضه يكون 125 مايكرو متر، يعني الأفرج مال سخن شعرة الإنسان هي 100 مايكرو، يعني شوي أسخن من شعرة الإنسان. هو الفايبر أوبتيك. الكور يعني يتراوح بين 8 لـ50، يعني شوفوا ايش قد دقيق بالنسبة للكور. إذا اللايت راح يكون بروبوغيت يعني ينتشر عبر الكور، الظاهرة نسميها total internal reflection. وهذه الظاهرة نحصل عليها لازم الرفراكتيف اندكس مع الكور أكبر من الكلادينج. الرفراكتيف اندكس هو سرعة الضوء بالفاكيوم على سرعته بالميديوم. أكو سؤال هنا؟ لو واضح. واضح الدكتور. أي نعم تفضل. يعني إحنا مثلا الويف فرونت تصير عمودية لما شلون يكون يعني هنا عمودي، لما يكون يعني الحجم مالتك صغير مقارنة بالموجة.
موجة الموجة. فأعطيتكم مثال يعني إذا أنت واقف على المحيط مثلا أو على البحر، فالموجات اللي تجيك تشوفها أنت موجات دائرية لو موجات مستقيمة تشوفها مستقيمة، مستقيمة تشوفها، تجي موجة وراها موجة وراها موجة. هي هذه ده أقول لك هذه ويف فرونت، يكون عمودي كأنه على الري. أوكي، إذا عندنا هذا الكور والكلاد. اللانشينج اوف لايت انتو ان اوبتيكال فايبر، شلون احنا نغذي الضوء للاوبتيكال فايبر؟ الاوبتيكال فايبر لازم نغذي الضوء من التب مالته، من رأس الاوبتيكال فايبر، من رأس الكور. يعني هذا التب لازم ندخل الضوء من التب. إذا دخلنا الضوء من السايد هذا ما راح نحصل على ظاهرة التوتال انترنال ريفلكشن، راح نفقد بعض الضوء. وإذا فقدناه إذا صار في قسم من عنده ريفلكتد وقسم هم رجع فقد وكذا، فراح ينتهي الضوء. فإذا أول شيء نعرفه أو أبسط شيء إذا إنه لازم إحنا نغذي الضوء من تب الفايبر أوبتيك. إذا عندنا الفايبر أوبتيك قلنا يتكون من زجاج، الكور والكلادين من زجاج، لازم يتغذى من التب مال الكور. هسه عندنا هذا هنا السؤال يقول إذا عندنا مو توتال انترنال ريفلكشن، إذا عندنا بارشيال ريفلكشن يعني الانعكاس جزئي مو كلي، هل ممكن اللايت بروبوغيت along the fiber over long distance؟ الجواب هو لا. إذا عندنا هناك شرط يعني absolute necessity، شرط مهم جدا إنه تكون عندنا ظاهرة total internal reflection. دكتورة ممكن تعيديها توضح أكثر نفسي؟ هل ممكن إنه partial reflection؟ هسه خلينا نشوف احنا هنا هسه نعلمكم. اذا هذا الريفلكشن يعني الضوء شو يصير بي؟ يصير ريفلكتد وهذا ريفراكتد. اذا هذا الضوء ريفلكتد يعني ينعكس علينا، اوكي، انعكاسه ريفلكشن توتال انترنال ريفلكشن، لازم الضوء كله ريفلكشن يصير بي انعكاس، انعكاس يعني هذا الريفراكتد. أنا أستخدم الإنجليزي لأنه بالعربي شوية مرات أخربط. الريفراكتد انكسار، فإحنا الضوء لازم صار عنده توتال انترنال ريفلكشن، انعكاس تام للضوء. إذا ينكسر الضوء راح يضيع جزء من عنده، هذا إحنا نعتبره هذا هو الكور، هذا هو الكور، فلازم الضوء يظل يعني ينعكس مرات متعددة داخل وين؟ داخل الكور، ما يصير به عملية انكسار، ما يصير به عملية انكسار. إذا هنا السؤال يقول عندنا إذا كان عندنا partial reflected، يعني شلون هسه هذا قسم من عنده منكسر وقسم من عنده منعكس، هذا الانكسار وهذا الانعكاس، هل ممكن أنه ينتشر الضوء إلى مسافات طويلة؟ الجواب لا. إذن total internal reflection الانعكاس التام هو ضرورة قصوى حتى يصير عندنا الضوء ينتشر داخل الفايبر أوبتيك للمسافات الطويلة. أوكي، هسه وضح هذا الشيء؟ واضح. أوكي، إذن عندنا هسه راح ناخذ الريفلكشن الانعكاس والرفراكشن الانكسار، الريفلكشن والرفراكشن. اذا عندنا هنا عندنا تو ميديوم، عندنا الميديوم الاول اللي هو ان 1 الريفراكتيف اندكس مالته، والميديوم الثاني الريفراكتيف اندكس مالته ان 2. الريفراكتيف اندكس كل ما يكون اعلى يعني السرعه تكون اقل، ما معناه سرعة الضوء بهذا الميديوم تكون أقل. فإحنا عندنا تو ميديوم وعندنا هذا الرفلكشن إندكس مالته N1 وهذا
refraction index مالته N2، والN1 أكبر من الN2. جينا سلطنا ضوء عليه، فش راح يصير بالضوء؟ قسم من عنده راح ينكسر بزاوية فاي 1، وقسم راح ينعكس بزاوية فاي 2. لازم تنتبهون انه زاوية الانعكاس والانكسار تجي ويا من؟ ويا النورمال لاين. اذا هذا الميديم باوندري، هذا نانا، هاي الماتيريال الاولى، وهذه الماتيريال الثانية الباوندري بيناتهم، وهذا النورمال لاين، وهذا الري، والزوايا ويا من ناخذها ويا النورمال لاين. فاجي عندنا الضوء قسم من عنده راح ينكسر هذا بالفاي 2، قسم من عنده ينعكس هذا بالفاي 1. عندنا دائما عندنا قانون سنيل يقول عندنا ال N1 في ساين فاي 1 يساوي لنا ال N2 في ساين فاي 2. هذا القانون ثابت. إذا عندنا هنا قسم، فإحنا هذه الزاوية، هذه الزاوية الفاي 2 حسب هذا القانون دائما أكبر من هذه الزاوية الفاي 1. إذا الفاي 2 دائما أكبر من الفاي 1. إحنا شنو نقدر نسوي؟ نقدر نسلط الضوء بزاوية بحيث هذه زاوية الانكسار ممكن تصير 90 درجة. أوكي، ما دام هذه الزاوية أكبر من هذه الزاوية دائما، فإحنا إذا كل ما نكبر هذه، هذه راح تكبر، نقدر نكبر هذه إلى مسافة بحيث هذه راح تصير 90 درجة. هل حالة هذه نسميها الزاوية، زاوية الكريتيكال انجل. هذا راح يصير عندنا الضوء هنا، الانكسار راح يصير ويا السطح، يعني كأنه ما عندنا عملية الانكسار. إذا أي زاوية أكثر من هذه الزاوية اللي سوت لنا الكريتيكال انجل، راح يصير عندنا ظاهرة التوتال انترنال ريفلكشن، راح يصير عندنا ظاهرة التوتال انترنال ريفلكشن. أكو سؤال؟ واضحة دكتور. أوكي تمام. إذا هذه الزاوية نسميها الكريتيكال أنجل ثيتا سي. طبعا الزوايا أنا لين ماخذة من عدة مصادر المعلومات، واحد يسميها هذه فاي، واحد يسميها ثيتا، المهم إحنا نعرفها هي تكون موجودة ويا النورمال لاين. شنو يسموها؟ خلي يسموها فاي ثيتا، يعني شو يسموها؟ العموم محصورة بين فاي وثيتا، قسم يسموها فاي، قسم يسموها ثيتا. إذا إحنا هذه الزاوية إذا increased beyond the critical angle there is exist no refractive ray. إذا زيدنا هذه الزاوية أكثر من الكريتيكال أنجل، بعد ما يصير عندنا عملية انكسار بالضوء، وكل الضوء راح ينعكس مرة أخرى داخل الميديم، نفس الميديم، وهذه الظاهرة نسميها التوتال انترنال ريفلكشن. إذا عندنا عملية التوتال انترنال ريفلكشن. الشروط اللي حتى نحصل بها total internal reflection، أول شيء الـ N1 أكبر من الـ N2، ثانياً الزاوية اللي يكون من عندها الضوء اللي جاي من N1 تكون أكبر من زاوية الـ critical angle، أكبر من زاوية الـ critical angle. إذن هذه عندنا الصورة شوي تختصر عندنا. إذا عندنا هذا الانسيدنت لاين، هاي عندنا الفاي 1، هاي الفاي 1 تكون أصغر من الكريتيكال أنجل. راح نلاحظ أكو ريفلكتد لايت وأكو ريفراكتد لايت.
إذا كانت الزاوية أصغر من الكريتيكال أنجل أكو ضوء منعكس وأكو ضوء منكسر. أوكي، إذا كانت الزاوية تساوي لنا الكريتيكال أنجل، إذن هذه الزاوية تساوي الكريتيكال أنجل بحيث زاوية الرف الأكتد تساوي لنا 90 درجة، إذن هنا أنا هذه نعتبرها زاوية الكريتيكال أنجل. إذا كانت الزاوية هنا أكبر من زاوية الكريتيكال أنجل راح يصير عندنا توتال انترنال ريفلكشن، بعد ما يصير عندنا ريفراكتد لايت. إذا عندنا، فإحنا بهذا الشكل راح يصير عندنا N1 sin phi 1 اللي هي هذه تساوي لنا N2 sin phi 2، وفاي 2 صارت 90 بزاوية. إذن عندنا راح نقول N1 ساي فاي C اللي هي critical عندما تكون الزاوية الفاي 2 تساوي لنا 90. ساين 90 هو 1، إذن ساين الفاي C اللي هي critical angle راح تساوي لنا N2 على N1. أوكي، لهنا أنا أكو سؤال أكو شيء واضح؟ واضحة دكتور. دكتورة بس تعيدي هاي أخير شيء. إحنا هنا نهاية لك بالكريتيكال أنجل الزاوية راح تصير مال ريفراكتد الفاي 2 تساوي 90، إذن هاي راح تصير 90 ساين 90 واحد. أوكي، إذن هذه عندما تكون هذه الزاوية 90، هذه الزاوية الفاي 1 نسميها الكريتيكال أنجل، فبدل نسميها فاي 1 نسميها فاي سي. هذا شرط انه هذه تكون 90، فساين 90 هو 1، فاذا ساين فاي سي راح تساوي لنا ان 2 على ان 1 لان هاي صارت 1، فهذه راح تصير وسط بين طرفين راح تجي الان 1 هنا بالمقام، وهاي الفاي 1 راح نسميها الكريتيكال انجل سي، يعني كريتيكال جاي من كلمة كريتيكال. تمام؟ تمام دكتورة. إذن هسه إحنا عندنا الضوء شلون ندخله داخل فايبر أوبتيك؟ قلنا أول شيء الضوء لازم يكون من التب، أول شيء يكون من التب. ثانياً الضوء إحنا لازم يكون نريد نحصل total internal reflection. فعندنا هاي الزاوية لازم تكون أكبر من الكريتيكال أنجل، تمام؟ حتى يصير عندنا توتال انترنال ريفلكشن. إذا عندنا هاي الزاوية، إذا هسه هذا خط مستقيم راح يصير هذه وهذه وهذه مثلث، فأكو علاقة هاي 90 درجة، إذا هذه وهذه لازم نجمعهم 90، يعني أكو علاقة بين هذه وهذه، بين الفاي وبين الثيتا. بالإضافة إلى العلاقة بين الفاي وبين الثيتا، أكو علاقة بين هذه الثيتا وبين هذه هنا الزاوية اللي هي مسمينا إياها، إحنا نسميها ألفا، نسميها هنا ثيتا نوت. أكو علاقة لأنه حسب سنيل لو لازم عندنا هذا القانون سنيل لو، N1 sin phi 1 تساوي N2 sin phi 2. إذا عندنا أي 2 medium، يعني إحنا هنا هم عندنا 2 medium، يعني N1 sin phi 0 تساوي N2 sin theta، N1 sin theta 0 تساوي هنا ال N1 هو الهواء، ف نسميه N، إذا N sin theta not لازم يساوي إن هنا الN مال هذا الميديم هو شنو؟ هذا الكور، يعني N1، N1 sin هاي theta. إذا أكو علاقة بين هذه الزاوية وهذه الزاوية، وأكو علاقة بين هذه الزاوية وهذه الزاوية، فإحنا هذه الزاوية عندنا نقدر نتحكم بها حتى نحصل هاي total internal reflection. هاي الزاوية اللي هي خارج اللي هي جاية من التب، هي هاي نسميها الأكسبتنس أنجل.
إذا عندنا هذا الضوء لازم شو يكون؟ لازم يكون بزاوية بحيث يعطينا التوتال انترنال ريفلكشن. إذا أكبر من عنده راح قسم من الضوء راح يصير بعملية الرفراكتد وراح يروح للكلادينج، وإحنا إذا راح من الكلادينج راح نخسره وما راح يصير عندنا كوميونيكيشن، ما راح يبقى الضوء لحد نهاية الفايبر ونحصل على الداتا مالتنا. فهسه راح نجي ناخذها نشوفها بال رياضيات. فقبل ما نشوف الرياضيات هسه هاي احنا يعني الكونسبت مالتها المفروض يعني نعرفه عرفنا. احنا عندنا نوعين من الري. الري الاول اسمه الميريدونال ري، عندما يكون الري كله اللي يجي، الري اللي يجي راح وين يلتقي؟ يلتقي بالاكسس مال الفايبر اوبتيك. اذا راح يصير اشد ضوء بالاكس بالاكسس مال اوبتيكال فايبر، هذا نسميه الميريدونال ميريدونال ري اللي تلتقي عند من وين؟ الري كلها تلتقي وين؟ عند الاكسس مال الكور. اكو عندنا نوع اخر من الضوء عمليه اسمه السكيو راي. السكيو راي عندما الضوء ما يمر بالاكسس وانما وين يروح؟ كله يكون على المحيط مال الكور وينتقل، يعني ابد ما يكون، فدائما يكون الضوء اكثر شيء عند المحيط وبالوسط يكون ظلمه. يعني اذا نشوف يعني طبعا الضوء مال اوبتيكال فايبر، يعني لو عندكم تجارب مختبرية كان شفتوها، هم يعطونا الضوء ويخلوه يسقطوه على، طبعا نستخدم بالتجارب الليزر الأحمر حتى نشوفه، ما نستخدم نفس السورس اللي يعني نستخدمه بالكوميونيكيشن، خليه على الحائط فيعطيك شكل باترن، باترنات محددة للضوء اللي يبروبغيت داخل الكور. إذا عندنا نوعين من الري، عندنا الميريدونال ري اللي هي تكون تلتقي عند المحور، وعندنا أيضا السكيو ري اللي هو يكون دائما يدور عند المحيط. إذا أنا يا نوع الأفضل والمستخدم حاليا يعني؟ والله ايش اقول لك هسه، بعدين احنا النوع الافضل والمستخدم هو السنجل مود، يعني الضوء الواحد والضوء اللي يمشي ويا الاكس اكس ويا الاكس اكسس، يعني ماكو غيره، بس ضوء نسمح المود واحد ويمشي ويا الاكس اكسس، هذا راح يعطينا افضل شيء. وهو طبعا هذا الضوء اللي هو اللي هو يمشي ويا الاكس اكسس اللي هو يكون اسرع شيء، يعني هسه الضوء هنا اذا هذا يمشي ويا هذا، يعني هذا ما نسمح لاي ضوء اخر، يعني هذا الاضوية ابد ما نسمح لهن بالسنجل مود، نسمح بس لهذا الضوء اللي يفوت، نصغر الكور كلش صغير بحيث هسه يفوت السنجل مود، والسنجل مود هذا اللي يفوت ويا الاكس اكسس يعتبروه سكيو، جست يعني يفوت ويا يعتبروه سكيو، يعتبروه هايبرد. فاحنا هسه يعني ما يعني نقفز على المعلومات، بس انت لازم تعرفه انه احسن شيء اللي يمشي ويا من ويا الاكس اكسس. اوكي اوكي دكتور. هسه خلنا نجي على هذا الضوء اللي عندنا. اذا عندنا هذه الزاويه، زاويه الاكسبتنس انجل نسميها الفا، هذه الفا اللي هو يدخل الضوء هنا. اول شيء اذا سلطنا الضوء بزاويه اكبر من الفا ايش راح يصير عندنا؟ راح يجي الضوء راح هنا ما راح تحقق التوتال انترنال ريفلكشن، راح ينقسم من عنده راح ينكسر. اذا هذا اللي
الضوء اللي أكبر من الأكسبتنس أنجل الألفا راح ينكسر. يجي الثاني هو السي زيرو اللي يحصل لنا توتال انترنال ريفلكشن، هذا يحصل لنا كريتيكال أنجل. هذا الضوء السي اللي يحصل لنا الكريتيكال أنجل. بعد الزاوية تصغر البي زيرو اللي هي ألفا ون اللي هي داخل هذا الكون، راح نحصل التوتال انترنال ريفلكشن. إذن هنا اللي أقل من زاوية الأكسبتنس أنجل، أقل من زاوية الأكسبتنس أنجل راح نحقق بها التوتال انترنال ريفلكشن. أكو أسئلة قبل ما ننتقل للسلايد اللي بعده؟ يعني الأقل؟ أسأله. دكتورة يعني قصدي الزاوية تكون هنا بالخارج أقل أفضل، لو الزاوية تكون أكبر الأفضل؟ لا أقل، يعني أقل أفضل طبعا. أقل دكتورة؟ إيه تفضل. نعم دكتورة. هو شوف مصطفى، هو أكو معيار يعني مرتضى دكتور، مرتضى مرتضى أنا ما دا أشوف أسماءكم بس من الصوت، يعني لازم يكون داخل هذا الكون، لازم تكون داخل هذا الكون. خارج هذا الكون يعني خارج أكبر من الألفا ما راح يصير عندنا ظاهرة توتال انترنال ريفلكشن، فلازم يكون داخل هذا الكون. هذا لأنه ليش نسميه كون؟ يعني كون يعني قمع. ليش نسميه كون؟ لأنه هذا 3D، هسه احنا دا نشوفه 2D بس سكشن، بس هو من 3D بكل الاتجاهات، فيصير كأنه شكله قمع. هذا القمع نسميه الأكسبتنس كون. الكريتيريا مالته يعني هي مو أصغر وأكبر، هي لازم يعني داخل هذا الكون، يعني إذا هي أكبر وداخل هذا الكون تمام تطلين التوتال انترنال ريفلكشن. أوكي، إذن هو المعيار هسه راح نجي عليه أنه لازم يكون داخل هذا الكون. إذن عندنا هذه، إذن راح نأخذ هي هذه الزاوية اللي تطينا الكريتيكال أنجل، هو قلنا الكريتيريا مالتنا أو المعيار مالتنا هو اللي تطينا الكريتيكال أنجل. إذن عندنا، خلي شوي أصغرها يمكن أحسن. هسه راح نجي هذا بين الأوتسايد وبين الفايبر أوبتيك مالتنا، بين الخارج العالم الخارجي وبين الويف جايد. فعندنا هنا عندنا هذا الميديوم الأول اللي هو الـ N، يعني هو تعرفون الـ Refractive Index مثل N، وعندنا هذه هنا هذا هو الكور. فإجان عندنا الضوء إجا مننا، أريد نحصل إحنا نحصل Total Internal Reflection. فعندنا N حسب سنيل لو N sin alpha، هنا N sin alpha هذه الزاوية ساوينا N1 sin theta. إذن سنيل لو يقول نأخذ هو هذا عندنا النورمال لاين، هذا النورمال لاين. هسا النورمال لاين سويناه بالأفقي، بينما كان هناك النورمال لاين بالسلايدات الأولى بالعمودي، بس هو احنا دائما ويا من ويا النورمال لاين. اذا عندنا n sin الفا لازم يساوي لنا n1، لان هذا هنا الريفراكتيف اندكس مالته n1 sin ثيتا. عندنا ثيتا هنا حتى نحصل احنا المعيار مالتنا الكريتيريا مالتنا هي الكريتيكال انجل، فعندنا ثيتا زائدا الثيتا سي هي كلها تساوي لنا 90 درجة، لأن هذا هنا أنا مثلث قوام الزاوية. فعندنا N1 N sin alpha ساوينا N1 sin theta،
ثيتا تساوي لنا باي على 2 ناقص الكريتيكال انجل. اذا خلينا بدل هاي ثيتا باي على 2 ناقص ثيتا سي راح تتحول الى كوساين ثيتا سي. اذا عندنا ان ساين الفا تساوي لنا ان 1 كوساين ثيتا سي. كوساين ثيتا تربيع زائد ساين ثيتا تعرفوا يساوي 1. فكوساين ثيتا سي يساوي لنا 1 ناقص ساين تربيع ثيتا سي. احنا ساين ثيتا سي عندنا بالمعادلة اختطلعنا ساين ثيتا سي يساوي لنا ال N2 على ال N1. فنعوض عنه بما يساوي. لنعوض عنه ساين ثيتا سي هنا بما يساويها. فراح شي يصير عندنا معادلة راح تصير عندنا N ساين ألفا تساوي لنا تحت الجذر N1 تربيع ناقصا ال N2 تربيع. إذا عندنا ال N1 هو 1 لأنه مال هواء والN للهواء هو 1 يعني الرفراكتيف إندكس للهواء تساوي لنا 1. إذا ساين ألفا تساوي لنا N1 تربيع ناقص N2 تربيع. ساين ألفا هذا شو نسميه؟ نسميه نيوميريكال أبيرتشر. نيوميريكال أبيرتشر تعرفون شنو معنى الأبيرتشر؟ لا دكتور. الفتحة موجودة بالكاميرات كلها يسوي الأبيرتشر أبيرتشر يعني الفتحة يعني خلينا نقول مالته. إذا نيوميريكال أبيرتشر هذا النيوميريكال أبيرتشر هو ساين ألفا. إذا هو هذا اللي يعطينا الأكسبتنس أنجل للفايبر مالتنا. ممكن إحنا عندنا بالكتب تلقون الريلاتيف رفراكتيف إندكس اللي هي دلتا تساوي لنا N1 ناقصا ال N2 على N1. عندنا هنا سؤال تطبيق مباشر على هذه القوانين حتى نطلع المطلوب هو من عندنا النيوميريكال أبيرتشر ومطلوب الأكسبتنس أنجل ومطلوب الكريتيكال أنجل على النيوميريكال أبيرتشر والأكسبتنس أنجل والكريتيكال أنجل كلها موجودة معلومات تطبيق مباشر عليها. هذا عندنا مثال هومورك واجب تحلو وترفعوا لي حتى نعطيكم درجات عليه. أكو سؤال؟ واضح دكتور. أوكي. إذن إحنا نجي إذا تريدون هذا السؤال عندنا هو ثلاث مطالب. المطلوب الأول هو يريد من عندنا النيوميريكال أبيرتشر. النيوميريكال أبيرتشر نقدر نطلعه تساوي تقريبا N1 تحت الجذر 2 في دلتا. هو مطيك الدلتا ومطيك الـ N1. إذن الكور رفراكتيف إندكس اللي هو الكور رفراكتيف إندكس هو الـ N1. إذن نطبق ونطلع مباشرة النيوميريكال أبيرتشر نخلي هنا عن الـ N1 اللي هو مطينا 1.48 في تحت الجذر 2 في الدلتا هو مطينا إياها. فنقدر نطلع نيوميريكال أبيرتشر طلعنا. اللي المطلوب الثاني يريد الأكسبتنس أنجل. أكسبتنس أنجل اللي هي ثيتا أي تساوي لنا ساين انفيرس نيوميريكال أبيرتشر. ونقدر نطلع عندنا نيوميريكال أبيرتشر هنا طلعناه نقدر نطلعه مباشرة. هتشوفوها هسه الأكسبتنس هي 17 درجة تقريبا. الكريتيكال أنجل نطلع الـ N1 والـ N2. الـ N2 إحنا ما عدنا نطلعها من هذا القانون. طلعناها N2 من هذا القانون. لأننا نطلعها نرتب هذا القانون بحيث نطلع الـ N2 من عندها. طلعنا الـ N2 نعوض تعويض مباشر فنطلع الكريتيكال
أنجل من أتهد، هذا الكريتيكال أنجل 78.5. هذا حلولية مفعولية واجب. هسه نجي على الفيز فرونت. الفيز فرونت هي بالحقيقة هنا احنا قلت لكم احنا الفايبر اذا قطعناه وخلينا على الحائط راح نشوف اكو باترن، يعني اشكال مثل نقول زخرفة. هذه الباترن، هذه زخرفة منين جاية؟ ليش يصير عندنا ستاند ويفينج؟ يعني فد اشكال تكون ستاندينج ويف على الـ يعني الحائط. هسه خلينا نتخيل احنا عندنا هاي الري، عندنا هذا الري وصار عندنا توتال انترنال ريفلكشن بيها، تمام. هذا الري عليها شنو؟ عمودي، عليها الويف فرونت. اذا عليها شنو؟ عليها الويف فرونت. هاي الويف فرونت عليها هي عبارة عن يعني قمة وقعر. فهذا الأحمر خلنا نعتبره القمة والأخضر خلنا نعتبره القعر. إذن راح يصير عندنا قمة وقعر، قمة وقعر، بعدين راح يعني يصير به انعكاس الضوء، فهم يصير عندنا قمة وقعر، قمة وقعر. الضوء إذا كان عندنا هو موجة، إذا تلتقي القمة بقمة راح يصير عندنا شنو؟ constructive interference، يعني تداخل بناء. وإذا كان عندنا جت قمة بقعر راح يصير عندنا destructive interference. إذن عندنا راح يصير عندنا أما تداخل بناء أو تداخل إتلافي، أما constructive أو destructive interference. فهذه constructive وdestructive interference راح التداخل بينها وتلافي راح يخلينا تطلع لنا أشكال على وين يسموها standing wave، اللي هي إحنا نشوفها على الحائط على شكل باترن أو على شكل زخرفة. إذن هنا نلاحظ تشوفون هسه إذا التقت القمة بالقعر، الأخضر قلنا قعر والأحمر هو مثل لنا قمة. إذا التقت القمة بالقعر هسه تشوفون هذه راح يكون ديستركتيف، راح يشطينا، راح يعطينا صفر. هاي ديستركتيف يعني بالضوء يعني شنو؟ يعطينا منطقة ظلمة. بينما إذا التقت الأحمر بالأحمر تشوفون هنا يعني القمة بالقمة أو القعر بالقعر سوا راح يشطينا، راح يصير عندنا تداخل بناء، راح يعطينا ضوء اكثر شيء يعني بريق بي او يعني بي انتنسيتي عاليه. فالتداخل بين موجات الويف فرونت للري اللي راح تصير يعني تكون بها عمليه يعني ريفلكشن راح تعطينا اشكال باترن وراح تعطينا الستاندينج ويف. طبعا الاوبتيكال فايبر كلش سيلكتيف، فبالحقيقه هو يعبر هو فقط هذا نسميه مود، هذا نسميه الاشكال كل شكل يتبع مود محدد. هذا الشكل الستاندينج ويف نسميه مود. طبعا الفايبر اوبتيك كلش سيلكتيف، العدد محدد من المودات ما يقبل يرفض كسر. بعدين شلون نعرف ليش يرفض بقية المودات ويتقبل فقط مودات محددة؟ بالإضافة إلى هذا، هاي عملية يعني الانترفيرنس التداخل، راح نلاحظ أنه يعني إحنا عندنا توتال انترنال يعني بالري مودال يعني راح يصير عندنا انعكاس كلي، لازم إحنا ما عندنا هنا أي ضوء. بس بالالكترو ماجنتيك فيلد التحليلات تظهر لنا اكو يعني يسموه هنا جزء من الضوء نسميه الايفا سنت، اللي هو يعني خلينا نقول عليه اكو ضوء يتسرب بالكلادينج ويضمحل اكسبونيشالي، بسرعه يضمحل خارج
الكور يضمحل، يعني هو يعني يتلاشى تدريجيا، اكسبونينشال يتلاشى كل ما نبتعد عن الكور. بينما بنظرية الري موديل ما تجينا هذه الإيفاسنت، ما لها يعني ما لها تفسير، أو ما نعرف شون يعني ما ظهرت لنا، بس بالإلكترومغنتيك فيلد هي موجودة، يعني أصلا نقدر نثبت وجود يعني وجود الإيفاسنت فيلد اللي هو يعني موجود لحد الآن. أكو سؤال هنا كان ماكو الإيفانس بس بالإلكترونيك. الإيفاسنت هاي، هذا الإيفاسنت ما موجودة بداخل أوبتيكال فايبر، بس بالوايفا بالري موديل ما موجودة يعني. إيه بالري ما يقدر يفسرها، هي موجودة يعني، هي مو ما موجودة، هي موجودة بس الري مود يعني الري ثيوري ما تقدر يعني تفسر لنا سبب وجود الإيفاسنت، لأن إحنا نعتبر الضوء كأنه يعني خط الري، كأنه خط مستقيم ويصير بتوتال انترنال ريفلكشن، كله راح يعني يرجع ينعكس باك بالكور. فهاي الثيوري مال الري موديل ما تعطينا تفسير سبب وجود الإيفاسنت، بس هو الإيفاسنت هو موجود. واضح دكتور. أكو سؤال آخر؟ إذن عندنا، إذن هنا نقول إذا عندنا two similar color يعني مال wave front meet راح يصير constructive interference. dissimilar يعني الألوان اللي مختلفة راح تعطينا destructive interference. راح بعدين راح يعطينا ستاندينج ويف، هذا التداخل البناء والتداخل الاتلافي راح يعطينا شكل نوع من الستاندينج ويف باترن، راح يعطينا شكل انه زخرفه بالضوء. وبي عدد محدد من الماكسيمم والمينيمم. اذا عندنا هنا نشوف هنا عندنا مثلا هنا عندنا 3 ماكسيمم و2 مينيمم. هذا تتخيلوا شلون هذا الضوء راح يكون شكله اذا اعطيكم يعني هذا راح اذا يسقط على الحائط شلون راح يكون شكله، يعني خطوط مستقيمه اذا سقط على الحائط يا دكتور. لا انت عندك الفايبر اوبتيك عباره عن يعني كيبل الكروس سكشن مالته دائري. راح يصير كالاتي، هاي ان هذا الماكسيمم، هذا وسط الكور خلينا نعتبره هذا احنا عندنا كلها شكل هذا الاوبتيكال فايبر مالتنا الوسط مالته هذا راح يصير ضوء عندنا هنا اكثر شيء انتنسيتي، وراح هذا ضوء هنا كله هنا هذا كله ضوء، بس الانتنسيتي اعلى شيء وين هاي، معناها هذا الانتنسيتي اعلى شيء هنا يعني هنا بالوسط اوكي، وراح تضعف يعني هاي هنا خلينا نقول هنا هاي راح تضعف على الشدة مال ضوء مال انتنسيتي، بس شنو هذه أم وهنا أيضا، فهاي النقطة راح هاي النقطة راح تصير سوادة حلقة ظلمة، وهذه راح تكون أيضا حلقة من الضوء ثانية. إذا عندنا فقط هذه راح تكون حلقة، هذه هنا المينيمم هاي راح تكون عبارة عن حلقة ظلمة. إذا كأنه عندنا
عندنا حلقة ضوء ساطع، بعدين تجي منطقة ظلمة اللي هي بسبب destructive interference، وبالوسط راح تصير عندنا ضوء ساطع. أوكي، أكو سؤال عليه؟ لأن هذا بعدين راح نأخذه بالمحاضرات، راح نأخذ الباترينات وشون نرسمها أيضا. أكو سؤال؟ واضح. واضح هسه. إذن هذا الرسم، هذا هو هذا الرسم. إذن عندنا الماكسيموم والمينيموم. أكو راح أشكال أخرى راح تجينا بنشوف إنه عدة ماكسيموم، وقلنا إن الفايبر أوبتيك هو كلش سيدكتيف، وعدد المود محدد اللي ينتقل داخل الفايبر أوبتيكس. إذن عندنا هنا يقول total internal reflection is also combined with abrupt phase change. إذن إحنا عندنا هاي، عندنا عملية total internal reflection، هذا هنا راح يسوينا عملية change للphase، راح بدل ما يكون هالشكل راح ينتقل، وهذه عملية change راح يعطينا فيس شفت بعض الأحيان. نانا هذه عملية التشينج للضوء بالتوتال انترنال ريفلكشن، بكل ريفلكشن راح يعطينا الفيس تشينج. إذن راح يعطينا عملية الفيس تشينج أيضا بهذا الباوندري، تعتمد الفيس تشينج على زاوية السقوط. إذن إحنا إذا هنا ندا نقول، إذا رجعنا على الإلكترومغناطيك ويف ثيوري أوف لايت شو ذا توتال إنترنال ريفلكشن، إذن عندنا إذا اعتمدنا نظرية مثل ما قلت لكم، إذا اعتمدنا نظرية الإلكترومغناطيك ويف ثيوري راح نشوف إنه بالتوتال إنترنال ريفلكشن اللايت إنتنسيتي إنسايد ذا كلادينج إز نوت زيرو. إذن عندنا بعض من الانتنسيتي واللي هي يعني هذا هو الواقع، يعني إنه عندنا جزء من الانتنسيتي يكون داخل الكلادينج، أوكي، مو فقط داخل الكور. قبل لا أنسى، أكو عندي العام سوت المحاضرات كلها سجلناها وموجودة بالقناة مالتي إذا يعني تريدوها. نفس المواضيع دكتورة يعني لو أكو تحديث محاضرة؟ هي أكو لا يعني هي شوية يعني المواضيع نفسها، بس المحاضرات اللي موجودة يعني أوسع بعد أكثر، يعني شوية هي أكثر من هذا الشيء، يعني أكثر وأوسع. أي إذن إحنا إذن عندنا هنا بالإلكترومغناطيك، هي لأن محاضرات الماجستير بالإلكترومغناطيك ويف ثيوري راح نشوف عندنا توتال إنترنال ريفلكشن، وراح نشوف إنه اللايت ما يكون يساوي لنا زيرو، لأن نسميه قلنا بدل ما يكون زيرو راح يكون بعض اللايت اللي يضمحل بالكلادينج، وهو هذا يدعم الـ total internal reflection. أي تغيير بي، أي تغيير يعني نسوي يعني تغيير، إذا نجيب مصدر ثاني يتفاعل ويا هذا الـ evanescent راح يصير عندنا يفشل الـ total internal reflection. هذا الفيلد قلنا نسميه الـ evanescent. أهمية الإيفالسنت بالتوتال إنترنال ريفلكشن، توتال إنترنال ريفلكشن للاختصار نسميه TIR. أي ديستربنس بالإيفالسنت بهذا الفيلد اللي هو يضمحل راح يبطل لنا شغلة التوتال إنترنال ريفلكشن، راح يسمى فيلر of the total internal reflection. فلهذا احنا اول شيء يعني الكلادينج نسبه الى الكور يصير كلش عريض، يعني احنا الكور قلنا
بحدود 8، إذا single mode بحدود 8 مايكرو، بس الكور والكلادينج الدايمتر مالته 125. فهاي 125 هاي تسمح للإيفا سنت يضمحل نهائيا داخل الكلادينج حتى ما يصير بأدنى أي مشاكل. وبالإضافة إلى إحنا ما نخلي يصير، يعني ما نخلي أي مصدر ضوء يجي ويا الكلادينج، دائما الكلادينج يكون بالبفر لاير، يعني الشيت متغطي ومحمي بشيت بحيث ما يقدر يعني أي تداخل بين ضوء خارجي وضوء اللي يكون داخل الفايبر أوبتيك حتى ما يسوي لنا أي إشكالات. إذن إحنا يقول إذن إحنا هنا الري مودل راح شفناها عاجزة عن تفسير هذه الفينومينا، فلهذا احنا يعني نحتاج الى اكثر من موديل حتى ناخذ التفسير الكامل للضوء والاوبتيكال فايبر كوميونيكيشن. عندنا هنا الايفاسنت ديكي فيلد يعني يضمحل، اذا كل ما تكون الزاويه اكثر مع الانسيدنت بالكور والكلادينج باوندري راح يكون الديكي يكون أسرع ويكون أكثر حدة بسرعة نخلص من عنده. لهذا إحنا نحتاج sufficient thickness of cladding provide of this effervescent combined so they decay to negligible small value of in the cladding. إذن ما نحتاج ما يكون هنا أي مصدر ممكن يسوي عملية disturbing للضوء، أي مصدر خارجي ممكن يسوي لنا عملية disturbing total internal reflection. إذن إحنا هنا كملنا المحاضرة، هسه نبدي نراجعها، راجعوا وياكم. طبعاً لكم عندي ظاهرة هسه أنا مو داقلكم راح أراجع، الطلاب راح يبدون يتركون الصف. يعني أنا أشوفها هذه يعني مو أخلاقية. طيب أستاذ عندك عندي أقول لك دراجع المادة، أنتوا راح تروحون تعوفوا، لأنه ثانيا هي هاي كلها عليها درجات. أنا شلون ألزمكم؟ الحكي ما يفيد، يعني عيب العيب والصح والغلط، الأستاذ قاعد محاضرة ودي يسألكم وتتركون المحاضرة، هذه الظاهر ما تفيد بيكم. أنا راح أتعامل وياكم كله بالدرجات. طلاب التركوا المحاضرة السابقة كلهم صفارة بالامتحان الشفهي أعطيهم. إذن هسه إحنا راح نبدي نسألكم ونعطيكم درجاتكم. نروح على خلينا ناخذ الفورس، خلي اخذ من هنا. ابدي